متتبعي ومتتبعات قناة بروف 25، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف ننجز تصحيح التمرين رقم 4 من درس دراسة الدوال. إذا نبدأ بقراءة معطيات التمرين. نعطي بالدالة العددية F المعرفة كالتالي: F لـ X يساوي الجذر ديال X كاري ناقص 4X ناقص 5. السؤال الأول: حدد D ديال F. السؤال الثاني: احسب ليميت ديال F لـ X عندما تؤول X إلى زائد لا نهاية. السؤال الثالث: حدد المقارب أو معادلة المقارب المائل لمنحنى الدالة F بجوار زائد لا نهاية. إذا نبدأ بتحديد حيز التعريف. إذا D ديال F تساوي إكس كتنتمي لآر. الشرط اللي كاين هنا: عندنا جذر، ما بداخل الجذر خصو يكون أكبر أو يساوي صفر. إذن إكس كاري ناقص 4X ناقص 5 أكبر أو تساوي صفر. إذن هذه عبارة عن متراجحة من الدرجة الثانية، ومن كتكون عندي متراجحة من الدرجة الثانية فخصني ندير جدول الإشارة ديال إكس كاري ناقص 4X ناقص 5 باش يمكن لي نلقى الحل. إذا كنحط كنرجحها على شكل معادلة. إذا دلتا تساوي بي كاري ناقص 4 أ سي. إذا باش ما نغلطش في أ و بي و سي من الأحسن ندير نضع أ تساوي، إذا أ هي المعامل ديال إكس كاري واحد، بي ناقص 4 و سي ناقص 5. إذا سي تساوي ناقص 5 هكذا باش ما نغلطش ملي ندير التطبيق. إذا ناقص 4 أس 2 ناقص 4 في 1 في ناقص 5. إذا ناقص 4 أس 2 16، ناقص 4 في ناقص 5 زائد إذا 20 36، وبالتالي دلتا كتساوي لنا 36. إذا 36 أكبر قطعا من صفر. إذا كنقولوا بما أن دلتا أكبر من صفر فإن الحدودية لها جذران، يعني المعادلة لها حلان، الحدودية لها جذران. شنو هاد الجذران هادو؟ غادي نحسبهم. إذا إكس واحد اللي كيساوي لنا ناقص بي زائد الجذر دلتا على جوج أ، أي ناقص ناقص 4، خصني ننتبه للإشارة، ناقص ناقص هي زائد، إذا 4 زائد جذر دلتا، أي جذر دلتا كيساوي لنا جذر 36 كيساوي لنا 6، إذا زائد 6 على 2، 10 على 2 هي 5. والحل الثاني اللي هو إكس 2 هو ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 أ. إذا ناقص بي يعني ناقص ناقص 4، 4 ناقص 6 على 2، إذا تساوي ناقص 2 على 2 أي ناقص 1. ومنه جدول الإشارة. إذا جدول الإشارة كنوضع الحدودية اللي هي إكس كاري ناقص 4 إكس ناقص 5 إكس. الجذور ترتبها من الصغير للكبير، ناقص 5 ناقص 1 ثم زائد 5. إذا هذه الحدودية تنعدم في الناقص 1 وفي 5. الحدودية لها حلان، إذا خارج الجذرين كيكون عندنا إشارة أ، وداخل الجذرين عكس إشارة أ. حنا عندنا أكبر أو تساوي صفر، يعني غناخد المجالات الموجبة، يعني ديت إف ناقص لنهاية ناقص 1. إذا مادام عندنا أكبر أو تساوي، يعني ناقص 1 داخلة وكذلك 5 داخلة، إذا كيكون عندنا المجال مغلوق. كي كتقطعنا يكون عندنا المجال مفتوح، إذا اتجاهات 5 زائد لا نهاية. إذا هذه هي مجموعة تعريف الدالة.
السؤال الموالي: احسب الليميت ديال اف لي اكس عندما تؤول اكس الى زائد لا نهايه. اذا احنا عندنا الليميت ديال الجذر واحد التعبير، غنحسب الليميت ديال التعبير اللي كاين داخل الجذر. اذا لدينا ليميت ديال اكس كاري ناقص 4 اكس ناقص 5 زائد لا نهايه. هذا التعبير هو عباره عن حدوديه، اذا النهايه ديالها زائد لا نهايه نهايه الحد الاكبر درجه اللي هو اكس كاري، اذا تساوي زائد لا نهايه. وبالتالي الجذر ديال زائد لا نهايه هو زائد لا نهايه، اذا الليميت ديال الجذر اكس كاري ناقص 4 اكس ناقص 5 تساوي زائد لا نهاية. السؤال الموالي هو: حدد مقارب أو معادلة المقارب المائل لمنحنى الدالة F بجوار بلوس لانفيني. إذا حسب الخطاطة فإحنا حسبنا النهاية في لانفيني ولقينا لانفيني، إذا غنحسب الليميت ديال F لـ X على X، وهنا مادام مقارب مائل فخصني نطيح في هاد المعادلة هذه. يعني غنحسب الليميت ديال اف لي اكس على اكس ولقى ا، ونحسب الليميت ديال اف لي اكس ناقص ا اكس ولقى العدد بي. اذا نحسبوا الليميت ديال اف لي اكس على اكس. اذا الى درنا التعويض، الليميت بالنسبه للبسط راح نحسبناه اللي لقيناه هو بلس انفيني، والمقام لقيناه بلس انفيني، اذا هذا الشكل غير محدد، وبالتالي ميمكنليش، يعني خصني ندير شي تقنية من التقنيات سواء التعميل أو المرافق لإزالة الشكل غير المحدد. إذا هنا غادي ندير التعميل، إذا غادي نعملو باش خلال إكس في المقام، يعني نحاول نتخلص من داك إكس، يعني نحاول نقلب على الاختزال. إذا غنعمل بإكس كاري داخل الجذر، غادي يعطيني عملت بإكس كاري بقات لي واحد ناقص داكشي اللي عملت بيه غنقسم عليه 4 اكس على اكس كاري ناقص 5 على اكس كاري. اذا الليميت، اذا غادي نخرج داك الاكس كاري من الجذر غتولي القيمه المطلقه ديال اكس. اذا واحد ناقص 4، غادي عندنا اكس على اكس كاري غنختزلو باكس غتبقى لي اكس ناقص 5 على اكس كاري على اكس. هنا خصني ننتبه مزيان لهاد المساله هذه، ملي كيكون عندنا الجذر مثلا ا اكس كاري زائد مثلا بي، الى عملنا اكس كاري لداخل دل ا زائد بي على اكس كاري، فهنا شنو كندير في الاصل؟ راه كنقسم الجذر، كندير يعني كنقسم داك الجذر هو الجذر ديال اكس كاري مضروبه في الجذر ديال ا زائد بي على اكس كاري. هذا الجذر ديال اكس كاري شنو كيساوي؟ كيساوي القيمه المطلقه ديال اكس ماشي اكس. خاصني نتابعو لان كاين اللي مباشره تيدير اكس، هنا على حسب القيمه ديال اكس واش اكس موجبه ولا سالبه. الا كانت موجبه على القيمه المطلقه ديال اكس كتساوي اكس، كانت سالبه كتساوي ناقص اكس. اذا دائما خصني نكتب القيمه المطلقه وعاد نشوف واش اكس موجبه ولا سالبه. اذا احنا عندنا اكس تؤول الى زائد لا نهايه، وبالتالي اكس عدد موجب، اذا كنحيدو القيمه المطلقه. واحد ناقص 4 على اكس ناقص 5 على اكس كاري على اكس، اذا كنختزلو العدد اكس، تيبقى لينا ليميت ديال الجذر ديال واحد ناقص 4 على اكس ناقص 5 على اكس كاري. دابا غادي نعوض، اذا عندنا واحد ناقص 4 على زائد لانهايه، اي عدد على زائد لانهايه صفر، اذا 4 على زائد لانهايه صفر، 5 على زائد لانهايه صفر، اذا كيبقى لنا العدد جذر واحد اللي هو واحد. اذا حسبنا الليميت ديال اف اكس على اكس زائد لنهاية ولقيناه واحد، يعني ا كتساوي لنا واحد. اذا شنو خصني دابا ندير؟ خصني نحسب الليميت ديال اف لي اكس ناقص ا اكس، يعني
ناقص اكس. اذا الليميت ديف لي اكس ناقص اكس تساوي الليميت ديال جذر اكس كاري ناقص 4 اكس ناقص 5. اذا حنا غادي نحاول ندير التعويض. اذا حنا ديجا حسبنا النهايه ديال الجذر، لقيناه بلوس انفيني وناقص اكس اي ناقص لا نهايه، يعني عندنا ناقص زائد لا نهايه اللي هي ناقص لا نهايه، دونك هيجيني زائد لا نهايه ناقص لا نهايه، يعني الشكل غير محدد. اذا خصني حيد داك الشكل غير محدد. هنا غادي ندير المرافق. بشكل عام المرافق ديال جذر ا ناقص بي هو جذر ا زائد بي، وإلا كان عندي زائد كترجع ناقص. إذا الليميت ديال الليميت بلوس لانفيني ديال جذر إكس كاري ناقص 4 إكس ناقص 5 ناقص إكس مضروبة في الجذر ديال إكس كاري ناقص 4 إكس ناقص 5 زائد إكس. غادي نضرب كذلك إكس كاري ناقص 4 إكس ناقص 5 زائد إكس. إذن في البسط عندنا متطابقة هامة، جذر أ ناقص بي مضروبة بجذر أ زائد بي، إذن هي الليميت ديال أش؟ ديال جذر إكس كاري ناقص 4 إكس ناقص 5 أو كاري، هذه كاملة أو كاري ناقص إكس أو كاري، هذا الجذر ديال إكس كاري ناقص 4 إكس ناقص 5 زائد إكس. إذا نبسطو داك الكتابة، عندنا الليميت الكاري كتمشي مع الجذر، كيبقى لنا إكس كاري ناقص 4 إكس ناقص 5 ناقص إكس كاري، عندنا إكس كاري ناقص إكس كاري يعني مشات، خدنا ناقص 4 إكس ناقص 5 على الجذر ديال إكس كاري ناقص 4 إكس ناقص 5 زائد إكس. دابا إلا درنا التعويض واش غتعطيني شي حل أو مغتعطينيش؟ إلا درنا التعويض في البسط راه غيعطينا ناقص لا نهاية ناقص 4 في إكس، يعني ناقص 4 زائد لا نهاية ناقص لا نهاية، وفي المقام راه غادي يعطينا الجذر غادي يعطيني بلوس انفيني و إكس غتعطيني بلوس لانفيني، يعني بلوس انفيني زائد بلوس انفيني هي بلوس انفيني، دوكا جينا موال لانفيني على بلوس لانفيني، يعني مازال عندي شكل غير محدد. إذا هنا غادي ندير التعميل في البسط وفي المقام. إذا غادي نعمل بإكس، هادي جا عندنا ناقص 4 ناقص 5 على إكس، نفس العملية غادي نعمل لتحت. إذا إكس جذر ديال واحد كما سبق لينا باش شلنا في التعميل على إكس ناقص 5 على إكس كاري زائد إكس. إذا غادي نعمل كذلك في المقام بإكس. إذا الليميت ديال إكس عامل ناقص 4 ناقص 5 على إكس على إكس واحد ناقص 4 على إكس ناقص 5 على إكس كاري زائد إكس. إذا زائد إكس أو لا زائد واحد ماشي إكس، إذا عملنا بإكس. إذا غنختزلو إكس على إكس شنو غادي يبقالي؟ غادي يبقالنا تساوي ليميت ديال ناقص 4 ناقص 5 على إكس على ماذا؟ على الجذر ديال واحد ناقص 4 على إكس ناقص 5 على إكس كاري زائد واحد. دابا غادي نعوض ونلقى النتيجة. إذا 5 على إكس يعني 5 على بلس انفيني غادي يجي بلس انفيني، 4 على بلس انفيني بلس انفيني، 5 على بلس انفيني بلس انفيني، إذا كيبقى لي في البسط ناقص 4، وفي المقام غيبقى الجذر ديال واحد اللي هو واحد زائد واحد تساوي ناقص 4 على جوج أي ناقص 2. وبالتالي النتيجة أن الليميت ديال اف لي اكس
ناقص إكس بلس إنفيني، بقينا كتساوي لنا ناقص إتنان. إذا سيف يقبل مقاربا مائلا وعادلته إيكغيك كتساوي لنا أ إكس زائد بي، أعطيناها واحد إذن هي إكس زائد بي أي ناقص إتنان بجوار زائد لا نهاية.